الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا تعليق على كتاب طبقات فحول الشعراء تأليف محمد بن سلام الجمحي الذي حققه محمود شاكر رحمه الله. قال ابن سلام: ذكرنا العرب وأشعارها والمشهورين المعروفين من شعرائها وفرسانها وأشرافها وأيامها. إذن محمد بن سلام ألف كتبا تتعلق بأحوال العرب، وهذه كانت سنة موجودة عند الأدباء في ذلك العصر، لأن العلماء تتبعوا العرب وأخبارها قبل الإسلام وفي الإسلام، وحفظوا كثيرا من أشعارها وأيامها التي هي معاركها، وحفظوا كثيرا من أخبارها وأحوالها، ومنها الصحيح ومنها الكذب، وحفظوا شيئا كبيرا. وهناك مشهورين معروفين من الشعراء، أو مشهورين معروفين من الفرسان، وهناك مشهورين ومعروفين من أشرافها وأيامها. هناك أشياء أيضا قد تكون مجهولة والعلم واسع، لذلك قال: إذ كان لا يحاط بالشعر قبيلة واحدة من قبائل العرب. إذن فكذلك فرسانها وساداتها وأيامها. إذن إذا كنا لا نستطيع أن نحصل على جميع شعراء العرب أو جميع فرسان العرب أو جميع سادات العرب أو جميع المعارك التي حدثت للعرب وأخبارها وأيامها والكوائن التي كانت فيها، إذن فاقتصرنا من ذلك على ما لا يجهله عالم ولا يستغني عن علمه ناظر في أمر العرب، فبدأنا بالشعر. إذن الشعر هو البوابة التي سيكون منها المنطلق إلى الفرسان والأشراف والأيام، ولعل ابن سلام اخترمته المنية قبل أن يفي بهذا الأمر. لذلك لما قال في الفقرة رقم 2: ذكرنا العرب، هنا يقول محمود شاكر أن هذه الفقرة متصلة بالفقرة رقم 25. فمحمود شاكر شرح في كتابه قضية الشعر الجاهلي ما الذي دعا ابن سلام إلى القفز من الفقرة رقم 2 إلى 25 بهذا الاعتراض الطويل. شرحه هناك، وهو ملخصه أن محمد بن سلام كان من أهل البصرة وذهب إلى بغداد، وهناك التهى وغاب عن ذهنه هذه الحضارة الضخمة، فأصيب بمرض عضال، فكان من بسبب هذا المرض العضال أن تنبه لأشياء كان يفترض أنه ألف فيها. فقال له الطبيب، قال له: إني أرى جزعا فيك. قال: والله ما أجزع من الموت، لكن الإنسان يكون في غفلة حتى توقظه علة، فلو أني وقفت في عرفة وزرت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وصنعت أشياء في نفسي لهان علي ما ترى من جزعي. فقال: لا بأس عليك، إني أرى من الحرارة، أي حرارة الجسد وقوته، ما لو أمن من الآفات عاش عشر سنوات. وفعلا وافقت قدر الله سبحانه وتعالى، فعاش ابن سلام 10 سنوات، فكان تأليف هذا الكتاب بسبب هذه العلة. فلما ألف الكتاب في حالته الأولى قال: فبدأنا الشعر، ثم انتقل للفقرة 25. فلما جاء في المرة الثانية بعد العلة جعل بينها من الفقرة رقم 3 إلى الفقرة رقم 24: وفي الشعر مصنوع مفتعل موضوع. إذن كل فن في هذه الدنيا مهما كان هذا الفن فكريا حرفيا ما شئته، ذوقيا إبداعيا سميها ما شئت، هو فن بهذا الاعتبار، فيه من دخل فيه من ليس منه، دخل فيه الكذابون، دخل فيه المفسدون. هذه كل الفنون، إن شئت في الشعر، إن شئت في التاريخ،
إن شئت في الموسيقى، إن شئت في الرسم، إن شئت في النحت، إن شئت في الخياطة، إن شئت في الطب، إن شئت في الهندسة، كلها يدخل فيها من ليس منها. وأيضا هؤلاء الداخلون دخلوا على علم صحيح له أهله، فهؤلاء المصلحون العالمون المتقنون لهذا الفن قد احتاطوا لفنهم بكثير من القواعد والأصول، فلذلك أظهروا زيف المدعين وأظهروا زيف الكاذبين، هذه كل الفنون. فلا يأتي إنسان ويزعم أن هناك فنا من الفنون لا نستطيع أن نعرف صوابه من خطأه، وهذا هو الخداع وهذا هو الكذب المصمت. كل الفنون بلا استثناء دخل فيها ناس ليسوا منها، وأهلها يستطيعون أن يدافعوا عن فنهم بإتقان. فمحمد بن سلام نبهنا على ذلك، قال وفي الشعر، وهذه أيضا شرحها محمود شاكر في قضية الشعر الجاهل عند ابن سلام، وفي الشعر مصنوع أي مكذوب مفتعل موضوع. هذا الشعر المفتعل المصنوع الموضوع كثير، إذن هو ليس قليلا، حتى يأتي إنسان يقول هم لا يعرفون، لا هم يعرفون ويعرفون أنه وقع في هذا الشعر كثير، لكن هناك أدوات تستطيع من خلالها أن تعرف أن هذا الشعر من الشعر المكذوب أم هو من الشعر الصحيح. قال لا خير فيه، إذن الشعر المصنوع المفتعل الموضوع حقيقته كثيرة، فائدته معدومة، لا خير فيه ولا حجة في عربية ولا أدب يستفاد، لأن الكاذب فاقد شيء لا يعطي، فالكاذب المخادع الفاسد لا يعطيك أدبا ولا معنى يستخرج، لأن الشعر العربي شعر محكم، شعر يفرض هيبته، فلذلك تستطيع أن تغوص في أعماقه لتستخرج المعاني المعمى والمعنى الذي أراده الشاعر أو المعنى الذي حاول الشاعر أن يخفيه، هذا لا تجده في المصنوع المفتعل الموضوع. ولا مثل يضرب ولا مديح رائح، لأن المديح إنما يكون بالرغبة، ولا هجاء مقذع، لأن الهجاء مبنية على الغضب والحمية والعصبية، ولا فخر معجب ولا نسيب مستطرف، أي حسن عرض صفات المرأة، لأن النسيب غير الغزل، وقد تداوله قوم من كتاب إلى كتاب. إذن هناك كتب جمعت من هذا الشعر الموضوع المفتعل كثير منه، لم يأخذه هؤلاء الذين وضعوا الكتاب أو هؤلاء الذين أخذوا من كتاب إلى كتاب، لم يأخذه من أهل البادية، وأهل البادية هم أهل الرواية الصحيحة، ولم يعرضوه على العلماء أي على قواعد أهل العلم التي تظهر الصحيح من الفاسد وليس لأحد. إذا أجمع أهل العلم والرواية الصحيحة على إبطال شيء من أن يقبل من صحيفة ولا يروى عن صحفي. هنا تداوله قوم من كتاب إلى كتاب، هذه المسألة أيضا تطرق لها محمود شاكر في كتابه قضية الشعر الجاهل، وهي تساوي كلمة قالها الإمام أحمد ثلاثة ليس لها أسانيد: التفسير والفتن والملح. فإذا تتبع الإنسان كلمة الإمام أحمد وتتبع كلمة وقد تداوله قوم من كتاب إلى كتاب، لم يأخذوها من أهل البادية ولم يعرضوها على العلماء وليس لأحد، إذا أجمع أهل العلم والرواية الصحيحة على إبطال شيء من أن يقبل من صحفي صحيفة. إذن كلمة من نبهت محمود شاكر إلى هذا السر الخطير. ما هو السر الخطير؟ أن عندنا الشعر الصحيح، فلا يصح أن يقول إذا أجمع أهل العلم والرواية الصحيحة على إبطال الشعر الصحيح أن تأخذ منه، ولا يجوز أن تقول إذا أجمع أهل العلم والرواية على إبطال الباطل أن يكون كلاما مستقيما. فكلمة منه الضمير يعود على الكتب،
التي جمعت بين الصحيح وبين الباطل. إذن كلمة منه عائدة إلى كتب بأعيانها جمعت الأخبار الصحيحة والأشعار الصحيحة، وجمعت الأخبار الباطلة والأشعار الباطلة، كما قال الإمام أحمد: ثلاثة ليس لها أسانيد. فلما عرض لها الخطيب في الجامع لأداب الراوي، قال الإمام أحمد: قصد كتبا بعينه، ككتاب هشام الكلبي وغيره. إذن محمد بن سلام خاطبنا بكتب معينة أن فيها الصحيح وفيها الباطل. ما اتفق أهل العلم على إبطال من هذه الكتب شيء لا يصح أن يقبل منه. الآن يقول: وقد اختلف العلماء بعد في بعض الشعر كما اختلفت في سائر الأشياء، فأما ما اتفقوا عليه فليس لأحد أن يخرج منه. إذن هذه أيضا فن من الفنون التي يتفق عليها العلماء، أن هناك اختلاف بين العلماء في إثبات أشياء أو في نفي أشياء. قد يقبل أحد العلماء بعض الأشعار وقد ينفيها بعض العلماء، وهذه سنة من سنن الفنون. قد أصحح حديث، قد تضعف حديث، لي حجتي في التصحيح، لك حجتك في التضعيف، لكن ما اتفقت أنا وأنت على صحته هذا لا يجوز لأحد ليس من أهل الفن أن يخرج عنه. أما إن كنت من أهل الفن فمن حقك أن يقبل قولك أو أن يرد. يقول محمود شاكر: مصنوع سيرد هذا اللفظ في رقم كذا، ولا أدري ما يريد به بن سلام، أيريد ما صنعته القبائل أو بعض الكذابين، أم يريد أنه محمول على شاعر وهو من عمل شاعر غيره؟ إذن محمود شاكر أعطانا احتمالات. احتمال الأول أنه مصنوع، أي أن القبائل ولدته على ألسنة شعراها تكثيرا، أو أنه مما وضع الكذابون، أو أنه ما يسمى بالمنحول، وهو أن تحمل شعر زيد لعمرو. إذن هو شعر صحيح لكن تختلف في نسبته، هل هو لفلان أو لفلان؟ لذلك محمود شاكر يقول كلمة مصنوع، يقول: رآه في كتاب سيبويه وذكر من الشعر ثم قال: وهو مصنوع على طرفه، وهو لبعض العباديين، فهذا معناه محمول على طرفه، لا لأنه مما صنعه الكذابون أو القبائل. إذن وهنا محمود شاكر فائدنا فائدة في كتاب الأمال للقالي عن ابن سلام عن يحيى بن سعيد القطان في مصنوع الحديث ومصنوع الشعر. مفاده أن يحيى القطان ذكر أن أهل الشعر والأدباء وأهل فن الدراية والرواية في الشعر أتقن من أهل الحديث، فأهل الحديث في زمن يحيى القطان قد يطوفهم كثير من الأحاديث الغير صحيحة لا يتنبهون لها، أما أهل الأدب فبمجرد أن يمر عليهم البيت المصنوع يعرفون أنه مصنوع، وهذا مدح جليل عال للأدباء في تلك الحقبة. وإن كان علماء الحديث أتقنوا هذا الباب في الطبقة التي بعد يحيى ابن سعيد القطان وهو من شيوخ الإمام أحمد، فمهما وصل الأمر إلى الإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأبي خيثمة، ثم جاء الجيل الذي بعدهم البخاري ومسلم وأبو داود، فهؤلاء كانوا أتقن الناس في كل هذه الفنون، فنون يعني علم الحديث. بل قال ابن حبان في المجروحين، قال: فلما وصل الأمر إلى البخاري ومسلم وذكر رجالا، قال: فلو زيد حرف لقالوا زيد حرف. فهذا إتقان منقطع النظير. لكن في طبقة يحيى ابن سعيد القطان وهو من أتباع التابعين، فإنه عنده أن هذا الأمر كان للأدباء أكثر عندهم من الحديث، يعني الأدباء كانوا أتقن من أهل الحديث في هذا الباب. كلمة قذعه قذعا وأقذعه وأقذع له إقذاعا، رماه بالفحش والخنا
وأساء القول فيه. وفي الحديث حديث بريدة الأسلمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في الإسلام شعرا مقذعا فلسانه هدر. وفي الحديث: من روى هجاء مقذعا فهو أحد الشاتمين، وهو الذي فيه فحش وقذف يأثم قائله وراوي. وروى صاحب العمدة عن محمد بن سلام الجمحي عن يونس ابن حبيب أنه قال: أشد الهجاء الهجاء بالتفضيل. وهذا ما فعله جرير بن عطية عندما هجا الراعي النميري، لما قال له: فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. فهجاه بتفضيل إخوته عليه. لذلك صرخ جرير بعد هذا البيت قائلا: الله أكبر، لقد وضعته. لأنه لا يستطيع أن يشتم أخوي، فلذلك دمره من هذا الباب بأن فضل الأخوين عليه. لذلك قال: أشد الهجاء الهجاء بالتفضيل، وهو الإقذاع عندهم، أي عند العرب، وذلك لغيرتهم على أحسابهم. فاشتد أمر التفضيل عليهم حتى بلغ عندهم مرتبة القذف الصريح. نعم. وفي المخطوطة: ولا يعرضوه، والتصحيح من كتاب المنزل للسيوطي. الصحفي الذي يأخذ عن صحيفة لم يعرض على العلماء ولم يتلقى علمه بالرواية التي دائما نذكرها: من كان شيخه كتابه كثر خطأه وقل صوابه. نعم. الآن يقول: وللشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم كسائر أصناف العلم والصناعات، منها ما تثقفه العين، ومنها ما تثقفه الأذن، ومنها ما تثقفه اليد، ومنها ما يثقفه اللسان. الشعر كما قلنا هو فن من هذه الفنون، وأيضا قاعدة أن الشعر صناعة، إذن ليست مادة فقط بل هي صناعة، لأن المادة مثل الحديد، الحديد مادة، لكن لما يكون الحداد متقنا لعمله يخرج لك سكينا وسيفا ومطرقة، ويصنع الدروع ويصنع التروس ويصنع ما شئت من لجام وحذاء للفرس وما شئت، فكلمة الحداد صناعة والحديد مادته. والثقافة التي هي المهارة والإتقان، ولا يقصدون بالثقافة المفهوم السطحي الساذج في عصرنا وهو جمع المعلومات، ولكن الثقافة المقصود بها هنا المهارة والإتقان. إذن الشعر يعرفه أهل العلم لأنهم أهل صناعة وأهل ثقافة. والشعر كما قال كسائر أصناف العلم والصناعات. ثم ذكر أشياء: بمجرد رؤية العين تعرف أن هذا ليس جيدا أو جيدا، وربما تسمع بالأذن كالأصوات المطربة والألحان، ومنها ما تثقفه اليد باللمس، كما ذكر العلماء في فن الحديث أن الصيرفي بمجرد لمس الدينار والدرهم يعرف الزيوف من الصحيحة. ومنها ما يثقفه اللسان، أي يحسن اللسان عرضه. لذلك يقول الشيخ: من ذلك اللؤلؤ والياقوت، لا تعرفه بصفة ولا وزن دون المعاينة ممن يبصره. ومن ذلك الجهبذة بالدينار والدرهم، لا تعرف جودتها بلون ولا مس ولا طراز ولا وسم ولا صفة. ويعرفه الناقد عند المعاينة، فيعرف بهرجها وزائفها وستوقها ومفرغها. ومنه البصر بغريب النخل، والبصر بأنواع المتاع وضروبه واختلاف بلاده، ومع تشابه لونه ومسه وذرعه، حتى يضاف كل صنف إلى بلده الذي خرج منه. إذن هذه المسألة التي قدمناها قبل قليل، أن كل الفنون في هناك من دخل منها أو فيها من ليس منها، لكن أهل العلم
وهذا لا تخلو، يعني لا تخلو الأرض من إنسان يبصر في النخل، لا تخلو الأرض من رجل يبصر الياقوت والدينار والفضة والحديد والنحاس وما شابه ذلك، هذه لا تخلو منها الأرض، ولا يخلو منها الممارسة وطول الدربة على هذا الشيء. لذلك محمود شاكر لما أراد أن يتكلم عن كلمة لماذا فتحها فوق، يعني هي المشهورة عندنا على ألسنتنا الصناعة بكسر الصاد، ولكن وجد محمود شاكر كلمة صناعة بفتح الصاد، فيقول محمود شاكر كتب في المخطوطة صناعة بكسر الصاد، ثم ضرب على الكسرة ووضع على الصاد فتحة، وكذلك فعل بعد في لفظ الصناعات، وقد خلت كتب اللغة من النص على صناعة بفتح الصاد. إذن من حيث كتب اللغة لم تفرق بين، لم تذكر فتح الصاد وإنما ذكرت الكسر. محمود شاكر الآن يريد أن يثبت صحة فتح الصاد، قال إلا أني وجدت في كتاب الكليات لأبي البقاء ما نص، والصناعة بالفتح تستعمل في المحسوسات وبالكسر في المعاني. إذن صاحب الكليات أعطى ومضة من الفرق بينهما، لكنه عكس الأمر، كأن المفروض أن يقول والصناعة بالكسر تستعمل في المحسوسات وبالفتح في المعاني، هكذا المفروض. لذلك قال محمود شاكر ولكن إجماع كتب اللغة على ذكر الصناعة بالكسر وأنها حرفة الصانع وعمل يديه دال على أن الصناعة بالفتح في المعاني دون المحسوسات وأنها الحذق والدربة على الشيء. وفي المخطوطة والصناعات منها تثقفه اللسان من ذلك اللؤلؤ، وضع قبل لفظ اللسان علامة الحاق بالهامش، هذا فن من فنون الكتابة، أن الإنسان عندما يكتب قد تأخذ عينه سطر دون سطر، أو قد ينشرد الذهن فيكتب كلاما وينسى كلاما، فيضطر أن يضع علامة وهي مثلا مثل خط مائل عند الكلام الذي نسيه، يضعه ثم يكتبه في الهامش، فتعلم أنت أن هذا موضعه، فتلحقه في إذا أردت أن تكتب الكتاب مرة أخرى أو تقرأه. يقول الشيخ ولكن أكله البلا فأتممته من ميم نسخة أخرى وهي نسخة عارف حكمة المدينة، ومن المزهر والعمدة والثقافة الحذق والإتقان وضبط الأصول والمعرفة بجيد الشيء ورديئه وإقامة ما يعرفه على أحسن وجوهه، ثقف الشيء يثقفه ثقوفا ثقفا حذقه وأتقنه، وكأن سريع الفهم لجيده ورديئه. وفي المخطوطتين لا يعرف والبصر هو العلم وإدراك كنه الشيء، يقال هو بصير بالأشياء عالم بها مدرك لحقيقتها. الجهبذة أراد بها هنا نقد الزيوف والصحاح من الدنانير والدراب. إذن كلمة فلان جهبذ أصبحت كلمة عبقري، لكن أصلها أنها في علم الصرافة الذي يعرف الذهب والفضة صحيحها من زيفها. الطراز هو في الأصل التقدير المستوي، يعني صيغة الدينار والدرهم، والوسم ما يسك عليه من صورة أو نقش أو كتابة. وفي ميم والمزهر ولا جس ولا صفة، البهرج الرديء الفضة فيبطل ويبرد، والستوق إذا كان من ثلاث طبقات يطرح يرد ويطرح، والمفرغ المصمة المصبوب في قالب ليس بمضروب. هذه كلها صفات الدنانير والذهب والفضة، لها أحوال، إخراجها من المنجم، إدخالها إلى الكير، تحويلها إلى قلادة، تحويلها إلى دينار، ثم ما يكتب على الدينار، الصورة التي توضع على الدينار، هذه كلها من أسامي التي شرحها الشيخ الآن. الآن يقول الشيخ وكذلك بصر الرقيق، فتوصف الجارية فيقال ناصعة اللون، ناصعة اللون أي ليس فيها بقعة زائدة عن أختها، بمعنى قد يكون الوجه أبيض
والرقبة سوداء مثلا، أو الوجه أبيض لكن هناك بعض السواد تحت العين أو في الخد، هذه لا يقال لها ناصعة اللون. ناصعة نظيفة، جيدة الشطب، نقية الثغر، حسنة العين والأنف، جيدة النهود، ظريفة اللسان، واردة الشعر. إذن هذه أجمل وأتقن وأعلى الصفات في الجارية، لكن الذي يشتري له نظر آخر، فتكون في هذه الصفة بمئة دينار وبمئتي دينار، وتكون أخرى بألف دينار وأكثر. إذن مع وجود نفس الصفة في هذه الجارية وتلك الجارية، إلا أن الشاري يسوم هذه بمئة ومئتين ويسوم الأخرى بألف أو ألفين. ولو طلبت منه زيادة على الوصف الذي وصفناه الآن لن يجد مزيدا، وذلك قال ابن سلام قال: ولا يجد واصفها مزيدا على هذه الصفة. وتوصف الدابة فيقال: خفيفة العنان، لين الظهر، شديد الحافر، فتي السن، نقي من العيوب، فيكون بخمسين دينارا أو نحوه، وتكون أخرى بمئتي دينار وأكثر، وتكون هذه صفتها. ويقال للرجل والمرأة في القراءة والغناء: إنه لندي الحلق، طل الصوت، طويل النفس، مصيب للحن، ويوصف الآخر بهذه الصفة، وبينهما بون بعيد. يعرف ذلك العلماء عند المعاينة والاستماع له بلا صفة ينتهى إليها ولا علم يوقف عليه، وإن كثرة المدارسة لتعدي على العلم به، فكذلك الشعر يعلمه أهل العلم به. يقول الشيخ: الشطب هنا من قولهم: شطب الأديم قده طولا، وشطب السنام قطعه قددا لا تفصله، وعنى به اعتدال القد وطوله، وانتبار المتن والكفل وسمنهما. وفي اللغة: جارية شطبة طويلة، حسنة الخلق تارة غضة، شعر وارد مسترسل حسن النبت طويل يرد كفل المرأة. يقول الشيخ: الدابة للذكر والأنثى سواء، ندي الحلق غير جاف الحلق، طري الصوت. طبعا جاف الحلق بعض الناس صوته جيد لكن ليس ندي الصوت، يعني عندما يغني بعد دقيقة يصبح صوته جاف، يضطر إلى شرب الماء أو بلع الريق أو ما شابه ذلك، ولا يكون صوته جهوري حيث أنه يصل إلى الأماكن بعيدة. لذلك يقول: طري الحلق فهو أرفع لصوته وأبعد لمذهبه، وطل الصوت حسنه عذبه ناعمة، بهيج النغمة كأنه صوت طل يهمى. نعم، كلمة وإن كثرة المدارسة لتعدي على العلم به، يقصد هنا أعداه على الشيء وآداه، قواه وأعانه عليه. قال يزيد بن خذاق: ولقد أضاء لك الطريق وأنهجت سبل المكارم والهدى، يعدي أي إبصارك هدى الطريق، يقويك على الطريق ويعينك. لذلك محمد بن سلام أعطاك قاعدة عندما قال هنا، قال: يعرف ذلك العلماء عند المعاينة والاستماع له بلا صفة ينتهى إليها ولا علم يوقف عليه، التي نسميها الخبرة. إذن هنا يقصد بالخبرة، هناك قواعد وهناك خبرة. لذلك عندما تدرس علم النحو تجد أن الفعل الفاعل المفعول به، ثم تجد في نفسك مع طول ممارسة النحو واهتمامك بلغة العربي وبلاغتها، تجد التراكيب تؤثر فيك، قوة الحروف، ضعف الحروف، حتى العلماء عندهم البحور، بحور الشعر لها قيمتها، وتكلم عنها محمود شاكر في كتابه نمط صعب ونمط مخيف، أن علم العروض علم أيضا يؤثر في إحساس المستمع
والباحث، وأنها منذ أن تحولت من أداة لفهم الشعر إلى أداة لقياس الشعر فقط فسد هذا العلم وهو علم العروض. لذلك قال: يعرفه العلماء عند الاستماع له بلا صفة ينتهى إليها ولا علم يوقف عليه. ما الذي ينتج هذه القوة عند المعاينة والاستماع وعند القوة على أن الشيء الذي ليس له صفة ولا علم يوقف عليه؟ ما الذي يجعلك هكذا؟ قال: وإن كثرة العلم، أي كثرة المدارسة للعلم، تعدي، بمعنى تقويك وتهديك وتبصرك وتجعل لك ملكة وبصيرة. وكذلك الشعر يعلمه أهل العلم به. قال محمد: قال خلاد بن يزيد الباهلي لخلف بن حيان أبي محرز: وكان خلاد حسن العلم بالشعر، يرويه ويقول. بأي شيء؟ إذن خلاد يسأل خلف، خلف من أئمة العربية، قال له: بأي شيء ترد هذه الأشعار التي تروى؟ قلنا قبل قليل: يعلمه العلماء. وقال محمد بن سلمان، محمد بن سلام: ولم يعرضه على العلماء، تداوله من كتاب إلى كتاب، لم يقضوه من أهل البادية ولم يعرضوه على العلماء. فخلاد استنكر على خلف: أنت في بعض الأحوال تقول هذا 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 الشعر غير صحيح، وهذا الشعر مردود، وهذا الشعر مصنوع مفتعل موضوع. فقال له: بأي شيء ترد هذه الأشعار التي تروى؟ أي أعطنا المقياس الذي قست به ضعف هذه الأشعار، أو أعطنا الأداة أو الميزان الذي بواسطته تعرف أن هذا الشعر غير صحيح فترده. لكن ابن سلام لما ذكر هذه القصة لتقوية حجته، أما خلف فدخل على خلاد من طريق جميل، لأن خلاد كما قال محمد ابن سلام حسن العلم بالشعر، يرويه ويقوله، إذن هو راوية ويحسن قول الشعر. قال له خلف: هل فيها ما تعلم أنت أنه موضوع لا خير فيه؟ إذن ابن خلف الأحمر دخل على خلاد من هذا الباب: يا خلاد، أنت شاعر وراوية، هل تعرف في الشعر، أنت هل تعرف في الشعر ما هو موضوع لا خير فيه؟ قال: نعم. قال: أفتعلم في الناس من هو أعلم منك بالشعر؟ قال: نعم. إذن تعلم من الناس من هو أشعر أعلم بالشعر منك؟ قال: نعم. قال: فلا تنكر أن يعلم من ذلك أكثر مما تعلمه أنت. وقال قائل لخلف: إذا سمعت أنا بالشعر أستحسنه، فما أبالي ما قلت أنت فيه وأصحابك. هذه قاعدة كما يقولون الناس أذواق، لكن احنا نتكلم عن علم وعن أصول العلم وعن حقوق العلماء، فأي شيء تستحسنه شيء يعود إلى ذائقتك لا إلى أصل العلم. نحن الآن نتكلم هل هذا شعر صحيح أم هذا شعر فاسد باطل، لا نتكلم هل هذا الشعر يعجبك أو لا يعجبك. فهذا الرجل دخل من هذه المغالطة، فانظر إلى جواب خلف الذي هو أتقن هذا الفن. قال: وقال قائل لخلف: إذا سمعت أنا بالشعر أستحسنه، فما أبالي ما قلت أنت فيه وأصحابك. دخل عليه خلف دخولا عجيبا: إذا أخذت درهما، والدرهم مصنوع من الفضة، إذا أخذت درهما فاستحسنته فقال لك الصراف إنه رديء، أي إما أنه مغشوش أو أنه ليس فضة على جهة الحقيقة، إنه رديء، فهل ينفعك استحسانك إياه؟ إذن هذه الفقرة فصل فيه استطراد، التي من سبعة
إلى كما قال إلى 29 فصل فيه استطراد عن منحول الشعر وعن طبقات النحاة. ورأيت أبا علي القالي نقل عن محمد بن سلام قوله في خلف الآتي في 29، وقال القالي قال محمد بن سلام في كتاب طبقات العلماء. فلا أدري أهو إشارة إلى هذا الفصل أم هو سهو من الناسخ أم هو خطأ من أبي علي. إذا محمود شاكر نبه إلى أن كلمة طبقات العلماء هي لعلها تصحيف طبقات الشعراء، أو أن الخطأ إما أنه هناك كتاب آخر اسمه طبقات العلماء فلا أدري، أو هو خطأ من الناسخ الذي نسخ كتاب الأمالي، أو هو خطأ من أبي علي القالي، ولا نستطيع أن نجزم على جهة الحقيقة أي هذه كان أصوب. ونقف هنا، وصلى الله وسلم على محمد.